قال حامد، اولا انتم ماسكين الارض، احنا انتم ماسكين الارض. شو ماسكين الارض؟ اولا المفوضيه تم منو احنا مثلا ماسكين الارض؟ النواب، انتم الكتل، احنا الكتل السياسيه، انتم الساسه، مو وحده واحده. منو ماسك العراق؟ مو وحده واحده. احنا اليوم عندنا قرار باخراج القوات الامريكيه، لا حول لنا ولا قوه. احنا هذا الكريم. هاي الوثيقه اللي عرضتها وما حد علق عليها من الساده الضيوف. يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، ماكو دوله عندها طيب. كرامه بالعالم تقبلها. طيب اسمح لي، هذا احنا مو اصحاب قرار سيدي العزيز. اسمح لي، انتم ماسكين، احنا اليوم الطرف المستهدف من هاي الرساله الحكوميه الى مجلس الامن. تقدرون تراقبون، تقدرون تراقبون صناديق الاقتراع لو لا؟ احنا اي عبر الممثلين، خلال المفوضيه نعم، ولكن اذا جالك الامريكي، واذا جالك الاوروبي، واذا جالك الاسرائيلي، القضاه منين؟ عراقيه ولا؟ واذا جالك قضاة عراقيين لولا؟ نعم، قضاة عراقيين لولا؟ قضاة عراقيين. طيب اعضاء المفوضيه، اسمح لي خلي اسالك، خلي اسالك التغيير الذي جرى في كل مفاصل المفوضيه الان، كل مفاصلها، من رئيس قسم فما فوق، منو اجرى التغيير هذا؟ الحكومة. نعم يا سيدي، الحكومة هسه تقول لي هذا التغيير يتحدث الناس عن انه تغيير توافقي. الحكومة ترى لا يتاح لها التغيير الى هذه الدرجة. الحكومة ومجلس القضاء والمفوضية يعني هسه صار